السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو نتيجة تسرب الرطوبة لحديد التسليح الموجود في الهيكل الخرساني بتاعي بيبدأ يصدي، ومجرد ما بيصدي بينتفخ ويبدأ يفصل لي رئة الخرسانة الموجودة عليه، وده بيسبب لي دمار كبير في كثير من المباني، خصوصا في المباني اللي هي المواجهة للبحر أو المكان اللي هي معرضة للرطوبة بعنف. طيب النهاردة كمواد من الحديث أنتجنا منتج جديد اسمه سيمنتون. سيمنتون منتج أسمنتي سهل التطبيق سهل التنفيذ، بمجرد بحله بالمية بحيث يوصل معايا لقوام الربع الشحم، وبمسك الحديد بتاعي اللي هو متصدي بنضفه كويس، وابدأ أدهن وش عليه بالمادة بتاعتي بالسيمنتون اللي هو المحلول بالمية، وبعد 3-4 ساعات ما بيجف بدي وش تاني عليه. كده أنا حصلت على حديد تسليح مقاوم 100% للصدى. تاني حاجة، أنا ممكن أدهن بيه على طبقة الخرسانة القديمة، سيمنتون بدهنه على طبقة الخرسانة القديمة بيربط لي الخرسانة الجديدة اللي هصبها عليه بعد دهان الحديد بتاعي. طيب كده أنا عندي مادة سهل التطبيق، ودي هنشوفه مع بعض، سهل التنفيذ، بتعمل لي حاجتين، بتحمل الحديد وبتربط الخرسانة القديمة بالجديدة لما أجي أصبها بعد تنفيذ العملية الترميم. الأول المفروض لو عندي خرسانة متهالكة بشيلها وبنضف كويس، وبعدين ببدأ أسنطر الحديد. نضفه من التراب اللي عليه من نتيجة الصنفرة. كده صنفرنا الحديد ونضفناه، وهبدأ أخلط مادة السيمنتون. بحط المية الأول وببدأ أضيف البودرة واحدة واحدة وأقلب لحد ما نوصل لقوام الروبا الشحم. كده ضفنا البودرة مع المية وهنبدأ نقلب. تمام كده حصلنا كده على القوام متجانس بقوام الروبة الشحمة، وهنبدأ ندهن الحديد بتاعنا. دهان سهل بسيط جدا، مش محتاج احترافية عالية في الدهان. كده الوش الاولاني نشف 3-4 ساعات لحس ان هو يقبل الطبقة الدهان التانية. وطبقة الدهان التانية مهمة جدا بحيث اضمن السيخ الدهن بالكامل، مفيش جزء منه ما اتدهنش. رقم 2 ان هي بتديني طبقة دهان محملة. كده بعد ما دهان طبقتين من السيمنتون الدهان الاسمنتي على حديد التسليح، انا حصلت على حديد تسليح محمي من الصدى. وبعد كده قبل الصب مباشرة ممكن ادهن الخرسانة القديمة مباشرة قبل الصب بالسيمنتون، بيعمل لي على ربط الخرسانة القديمة بالجديدة. كده شفنا مع بعض تطبيق السيمنتون، مادة سهلة، مادة بسيطة، سهل التنفيذ، سهل التطبيق. بنشيل الخرسانة القديمة المتهالكة، وبننظف الحديد بتاعنا من الصدى، وبنصنفره كويس، وبنطهره، وبعد كده بنخلط مادة السيمنتون بالمية، بنوصل قوام الروبة شحم، وبدي وش، وبعد 4 ساعات بدي الوش التاني.
قبل الصب مباشرة ممكن نقدم الخرسانة القديمة بحيث تربط القديم في الجديد. ما زي ما احنا شفنا كده مادة سهل التطبيق سهل التنفيذ، بتحمل الحديد بتاعي من الصدى وبتربط لي الخرسانة القديمة بالجديدة.